بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا بكم النهاردة، وسعيد إن أنا جايب لكم طريقة هي من أقوى الطرق على الإطلاق لعلاج مرض السكر بشكل نهائي في 30 يوم بس. الطريقة دي استعملناها في العيادات بتاعتنا وكانت دفعة قوية جدا، النتائج مش هنقول 70% ولا 80%، نتائج 100%. علشان كده أنا عايز كل الناس اللي بتسمع تكتب، تمسك الورقة والقلم وتكتب ورانا الطريقة كالآتي. أول ما تصحى من النوم قبل ما تعمل أي حاجة اشرب 4 كوبايات مية دافية على الريق. يبقى أول حاجة شرب 4 أكواب ماء دافئ على الريق. طبعا في بعض الجزئيات البسيطة، المية اللي بتشربها دي لازم تكون مية نقية. نقية دي يعني تبقى مية من فلترة أو مية بتشتريها، ما بيسموها هنا في السودان مية صحة، موية صحة، أو في مصر مية معدنية، سواء كان يعني مية معدة بشكل خاص، مش مية اللي بتاعتنا اللي بيبقى فيها مرارة، اللي بيبقى فيها نسبة أملاح عالية جدا. يبقى أول حاجة بنشرب 4 كوبايات مية دافية على الريق، المية تكون نقية مفلترة أو مية معدنية أو موية صحي. طب سعة الكوباية اللي هنشرب فيها تبقى قد إيه؟ سعة الكوباية اللي هنشرب فيها 160 ملي. 160 ملي يعني مثلا تقريبا زي الكوباية دي مثلا، ما تقلش عن كده. يبقى أول حاجة شرب 4 كوبايات مية دافية على الريق قبل، بعد الاستيقاظ مباشرة بندفي مية معدنية أو مية صحة وبنشربهم على الريق. الساعة بتبقى نفس الحجم ده تقريبا، 160 مللي، أكتر شوية أقل حاجة بسيطة، لكن لا, تت... لا, لا, لا 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 يعني يفضل لا تقل عن 160. تاني حاجة هنقعد الفترة ما بين الفطار وشرب المية ما لا يقل عن 45 دقيقة. يعني أنت تشرب المية تعرف الساعة كام، بعد 45 دقيقة بالظبط بتبدأ وجبة الفطار. شوف اللي انا قلته لك دي حاجه بسيطه جدا، الا ان مفعولها مفعول السحر. حاول قدر الامكان تمشي على الطريقه دي، واضمن لك يعني عايزين، بس لو جينا اتكلمنا على الميه ديت يعني فيها 70% من الجسم ميه، 90% من الدم ميه، اي حاجه تحط فيها ميه بتحط فيها حياه. بالفعل بالفعل الناس كانت بتنزل من الاسبوع الاول ارقام هايله، بتقول انا بقالي 5 سنين كنت السكر بتاعي 500، ينزل في اسبوع واحد ل 150. الشاهد من الموضوع لو انتوا مشيتوا بالتقنيه دي برغم ان هي بسيطه جدا، الا ان مفعولها مفعول السحر في العلاج. شكرا ليكم، اضغطوا لايك وشيروا الفيديو علشان الناس اللي عندها سكر تستفيد اكبر افادة ممكنة، قد تنقذ حياة شخص، انسان ممكن يقعد طول حياته يروح للاطباء علشان مرض مزمن زي كده. الا انا بوعدكم بمجرد ان انتوا تمشوا على الطريقة دي والوصفة دي بيتم التخلص بشكل كامل من مرض السكر. شكرا ليكم، شيروا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.